سيادة اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الشمالية لقناة سويس معنا على الهاتف للمزيد من التفاصيل. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا بحضرتك ومشاهدينك يا فندم. إذن كيف سيؤثر قرار التخفيض هذا الذي اتخذه الفريق مهاد مميش على حركة السفن في القناة وما مدى أهميته؟ طبعا القرار اللي ستتاخده احنا بقالنا في اكتر من شهرين في مفاوضات وفي دراسات خاصه بان احنا نعيد جذب الخطوط الملاحيه اللي كانت تسببت بعض القرارات في ان هي تخرج من ميناء شارع بورسعيد وينخفض معدل تداول الحيوانات في الميناء خلال العام السابق بنسبه حوالي 30 ل 40%. احنا الحمد لله توصلنا بعد الدراسات ان احنا نعمل جزء ثاني من التخفيضات الحوافز للسفن، والمره دي يمكن احنا اشركنا برضو على يعني يبقى جزئين، جزء اتجاه ان لو ان عدد الحاويات الترانزيت اللي بياخدها بينزلها كبير نديله ضغط زياده فوصلناها لحد 60%، احنا اخر مره كنا واصلين لحد حوالي 50% زودناها، يمكن برضو حركنا شويه اعداد الحاويات. في الاتجاه الاخر ان احنا برضو السفن في بعض الفيدرز اللي بتشتغل وبتخدم على هذه السفن الكبيره ما بتبقى اعداد حاويات قليله، فحطينا برضو بند اخر ان احنا على بنقول عليه الحموله الكوريه بتاعت المركب قد ايه بحيث يستفيد برضو يستطيع ان هو يستفيد. ان شاء الله القرارين دول او دول بلس ان في حاجه بيننا وبين وزاره النقل خاصه بتعريفه القطارات اللي موجوده وتعريفه لانشات الرباط باذن الله ظبطناها برضو بحيث تبقى جاذب. الغرض من ده كله ان احنا بنعيد جذب الخطوط الملاحيه اللي كانت سابت ميناء شارع بورسعيد لتعود تاني عشان يفضل شارع بورسعيد هو الميناء المحوري الرئيسي في شرق البحر الابيض. أشكرك. نعم تفضل. أنا بس عايز برضو أضيف حاجة تانية. تفضل. ده كله إحنا كنا سابقا بكده عملنا قرار في 2017 النهارده قررنا، إحنا كل ده في سياق إن الحكومة أو الهيئة الاقتصادية ما بتبقاش يعني بتتحرك بتقرا بتشوف إيه اللي بيحدث إيه اللي المتغيرات اللي موجودة وبناء عليها بتاخد قرارات، إحنا ما بقيناش ثابتين أو ستاتيك زي ما بيقولوا بنطلع، لا إحنا بنتحرك مع السوق وكل ما السوق يزيد يتحرك معانا ينزل ندي شويه حوافز يزيد ناخد شويه يعني بنتحرك مع السوق عشان السياسه بتاعتنا هو ان احنا نقدر نظل موجودين في على الساحه الموجوده الدوليه لميناء شرق بورسعيد ان شاء الله ونستعيد جذب الخطوط. شكرا. كل التوفيق باذن الله. بشكرك جزيل الشكر لواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئه الاقتصاديه للمنطقه الشماليه لقناه السويس.